الحقيقة أنا قريت الخبر زاد على فيسبوك، معناها صدمة، واليصدم أكثر معناها الكومنتات اللي تقرا فيه، معناها أنهم يحملوا مسؤولية للبوت طفلة وأم الطفلة، قال لك ما حقهاش تلبس هكاك أو ما حقهاش تعمل هكاك، كأن هي ولد هي معناها المجرمة، ما همش هم المجرمين. والحقيقة موضوع الاغتصاب هذا في تونس، في الحادثة هذه مش أول حادثة تعرض لها المرأة للاغتصاب ولا التحرش، ولا هي مقاربة، يلزم الناس تفهم، هي راهي مقاربة اجتماعية ومقاربة قانونية. أنا نحكي لك مثلا، أنا نخدم في المحكمة، أنا نشوف فيهم يخرج اليوم يجي فهمتني يتحاكم، يعدي ست أشهور بحكم أن احنا مجال التجارات الجزائية زاد بنان شوي، فاهم أنا التطور الابتدائي، التطور الاستنافي، التطور التعقيبي، يعدي ست أشهور راقد شارب جو به يخرج تك من با شهر يعاود يرجع لك يعاود نفس الجريمة. خويا امشي فعل العقوبة البديلة، فما في القانون التونسي ما يسمى العقوبة البديلة، برا امشي هز وفهمتي يزرع نخل، برا امشي هز ويزقي، برا امشي هز ومعناها اعمل، برا امشي دخله معناها يعمل حاجات في تكوين حاجات ست شهور هذوكم، مش يعديهم نوم، يلزم يعديهم كرفي في احدث الادارات، يلزم يتراقب. وزاد الحقيقة زاد منظومة أخلاقية، زاد فما منظومة الاقتصادية نتاع البلاد، زاد البلاد مالها، هذا ما مبررش راهو، ما مبررش فعل الاغتصاب، راهو ما عندوش حتى، عندك الاغتصاب وعندك العنف ما عندوش حتى مبرر. لكن كي تجي تحلوا في واقعنا في مجتمعنا اليوم، فما توندونس نتاع يأس، فما توندونس نتاع إحباط، فما توندونس نتاع معناها فما العباد قاعدة تحربش، فما معناها مافيات قاعدة تلعب بالبلاد، تلعب بشباب البلاد. وفي الآخر نقول معناها كل التضامن مع البنية اللي اغتصبوها والوحوش هذوكم مهما يكون، مع خاطر ما فماش حتى مبرر. تقول لي مثال بطالة، أوكي نجم نفهمك في جانب، بطالة برا امشي اعتصب، مش تمشي تغتصب بنات الناس. بالله سؤالي ليك، وانت توا في ميدان القضاء تعتبر تفعيل إداري، تبقى ديما في القضاء، تفعيل حكم الإعدام هل يحد من هذه الظاهرة؟ الحقيقة أنا بيرسونيل مو أنا ضد الإعدام، شخصيا أنا ضد الإعدام. أنا أعطيتك البديل شنو، امشي فعل العقوبة البديلة، راهو إنسان كتهزو كيتعاقب على جريمة ويمشي عقوبة بديلة، معناها تمشي أنه يخدم في إدارة عمومية يحطوه يخدم معناها بما يسمى نوع من الخدمة تاع كرفي، ستة شهور هو يخدم بلاش أجر، وقتها توا يحسها، أما وقت اللي تهزه فهمتي للحبس وتوفر له الماء وتوفر له فهمتي إقامة مريحة في الحبس وزيارة تجي فهمتي أسبوعين بالمرتين باش يخرج يعاود لك نفس الجريمة، هذه فهمتي نوع من المقاربة، ومقاربة أخرى اقتصادية هذيك اجتماعية، وفر الشغل وفر هكي. هذا هو بالنسبة للإعدام، عمره ما كان حل أخي، تعدم واحد هاو صار الإعدام قبل عبر التاريخ موجود الإعدام، لكن ما يحدش في الظواهر فهمتي. الظواهر اللي قلت لك مقاربة اقتصادية قانونية اجتماعية، هكا تتحل المسائل هذه في مجتمعنا اللي الحقيقة في معناها مأساة صايرة، مأساة كل يوم ناس مغربة راهو كل يوم. ولا وزادها فما حاجة أخرى مهمة، مقاربة تربوية، خاطر فما مقاربة تربوية غالطة. أنا نحكي لك في شخصي، وقت لقريت في المدرسة، وقت لنقرا في المدرسة، نحكي لك نقول لك مقاربة تربوية، المعلم أعطاني فهمتي فكرة غالطة. كنا قبل نقرا في مدرسة يبعثنا يقول يبعث البنات اللي يقروا معنا، وقتها ما عندناش العساس اللي يعمل الكسكروتات، يبعث يقول له برا امشي اعمل انت برا للبنات يعمل كسكروتات. الور هذاك غلط، النظره الدونيه للمراه اللي هي ام واختي ورفيقي وخالتي وعمتي، معناها في الاخر نحملوها عبء هالمشاكل هالكبت هذا كله نحملوه لها هي، شكون هي المراه في الاخر؟ العذاب اللي تعيش فيه اليوم انت، المراه اليوم اللي اغتصبوها تي امها راهي تخدم فهمتي في الكاميون تجيب في الطماطم وتجيب في الواحد. يا اخي اليوم نسبه الناس المشغلين اللي يخدموا في قطاع الفلاح شكونهم؟ شكون اليوم يوكل فينا في الخضر ويوكل فينا في الغله؟ هي المراه 90% اللي يخدموا في المعامل، ولا اما نساء. بعد يجي واحد وحش ادمي متخلف معاق ذهنيا يجي فهمتي يغتصب، هذا شنو تحب تعمل معه؟ هذا لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق ولا يقبله الدين ولا يقبله المجتمع. هؤلاء امن العقوبه وارتكبوا الاثم، لانه طريقه العقاب للمغتصب صارت لا تخيف المغتصب، لابد من تطبيق الإعدام في المغتصب وفي قاتل الروح والمعتدي على أملاك الغير، هذا لابد من تطبيق الإعدام، لأن عدم تطبيق الإعدام أدى إلى تطاول المجرمين، اللي قتلوا الجنود ما عدموه، واللي قتلوا الشرطة ما عدموه، واللي قتلوا الأبناء الصغار ما عدموه، نتاع الوليد هذاك نتاع شو اسمه نتاع الملاسين قتلوا حتى في سانك ما عدموه، وتو هذا التعدي بالاغتصاب على الفتاة هذه، هذا لا يقبلها العقل ولا يقبلها المنطق، ولابد من تطبيق الإعدام في أقرب وقت.
تفشي الجريمة وتفشي الظاهرة هذه شنو هي أسبابها حسب رأيك خاصة في السنوات الأخيرة؟ تفشي الجريمة لأنه العقوبة قال لك إذا أمن العقوبة أساء الأدب، المواطنين صاروا لا يخافوا العقوبة، يدخل السجن ياكل يشرب، محمي لحقوق الإنسان، أدواء موجود، ماكل موجود. أن يحكي لي مقتصد نتاع حبس بالليل قال لي والله ياكل في الحوت مرتين، قال لي في دار لا ناكل حوت مرتين، والبطانية جديدة والتلفزة موجودة والبارابول موجود عنده، وعليش؟ هي مو بتبع يقتل ويعمل شيء يحب، هو يدخل داخل الحبس يصير حتى حاجة، لأنه كان جاي يتعاقب المجرم، راهو انتهت العقوبة، انتهى الإجرام. تفشي ظاهرة الإدمان والإدمان المفرط على الخمور والمخدرات، سبب هذا من يؤدي إلى تفشي جريمة زادة؟ هو قال لك الخمر هو باب السرور، هو مفتاح السرور وباب الشرور. الخمر الإنسان كي يصبح فيه يبدأ يضحك ويفدلك وينكت، بعدين ويتخمر يولي يقتل ويزنى ويغتصب ويسرق ويعمل كل ما حاجة. تو الناس يقول لك يعني الإدمان على الخمر الفقر، لا، إذا كنت دبوس يشرب ب 17 دينار، دبوس ويسكي ب 70 دينار، شو اسمه الآخر يسموا فيه ياخذوا فيه التكرور ب 50 100 ألف تكرور، هذه اللي ما عندوش فلوس ما يشريش لا التكرور ولا السواقر ولا الخمر، هذه الناس عندها فلوس وقاعدة تستغل فيهم وتتسهلك فيهم، قاعدة تعدى على المجتمع، تعدى على المواطنين، تعدى على أملاك المواطنين، هذه مش قضية نتاع هو مهمش وهو ما عندوش فقر، الفقر الجيعان يلوج على الخبز، ونحن الخبز تو الخبز بقيت 200 مليم والسيجار ب 500 مليم. تو يجي باكل سواقر سبع ديارات ياخذ وضعك مرتاح يشعله ويروح، تجي في البقات 200 فرنك يقول لك لا والله الخبز غالي علي، يجي في كيلو بطاطا ب 800 فرنك يقول الخبز غالي علي، دبوس الشراب ياخذها ب 40 دينار، ودبوس الوسط ياخذها ب 100 دينار ويشربها ويردها حشاك ويروح، ويقول لا والله الحمد لله رب يعني ما ثم حتى مشكل. اي المواطن التونسي الفلوس موجود، الفلوس موجود يكذب عليك، تو انت لوج على اي عاطل عن العمل ما تلقاش، لوج على اي عاطل عن العمل مش نهائي نخدم في الفلاحه نهائي، والله بطلنا الفلاحه لان لوج على خدام ما لقينا خدام، ما لقيناش خدام، اللي يجي يقول لك لا مش ما نخدمش، ب 25 دينار ما يخدم، ب 30 دينار ما يخدم، ب 40 دينار ما يخدم، حتى كي يخدم لك ساعتين ويروح. راك شوف انت والفلاحه الكل بدينا بدات في الانهيار، بدات في الانهيار. سيدي صدقني والله ناي مرتي ناي هذيك مرتي استاذه في الفيزياء وناي استاذ في الاقتصاد، عملنا ساين تاع الدلاع وليت عم نول ما لقيناش خدام، خدمناها وحدنا، عملنا البلاستيك وعملنا الغبار وزرعناها وسقيناها نحن وحدنا زوج من الناس، لانه الخدامه ما عادش حاب تخدم. زادوا لك الناس ب 180 دينار حتى كان ياخذ معاق شويه ياخذ نجم يخدم على باش يحصل النهار ويعاون روحه، هو اللي ياخذ 180 دينار قاعد في الدار ما عادش يخدم.